الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والمصلين ذهب إلى البصرة فزار العلاء بن زياد الحارثي، فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. قال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. قال: علي به. فلما جاء قال: يا عدي نفسه، الصور، لقد استهام بك الخبيث أي الشيطان، أما رحمت أهلك وولدك أو ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ هذا كلام لعامة الناس، مو صحيح نوجه الناس أنه عيشوا عيشة الفقراء، لا لا، اسعوا كدوا، وإحنا لازم نساعدهم أيضا على ذلك بالتخطيط، بالبرنامج، بالصناديق العون المختلفة. أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك، وأنا اقتدت بك. قال: ويحك، إني لست كأنت. هنا الشاهد، القادة مو مثل الناس، القادة لازم يكونوا الزهاد، لازم يكونوا صفر اليدين من الدنيا. قال: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هكذا على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم، يشوف مستوى معيشة الفقراء كيف يعيشوا مثلهم. إذا القادة كانوا جميعا هكذا على مختلف المستويات، صدقوا لتغير وجه الأرض، ولكان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً.